الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. معاونا راجلي معاق ولكن اللهم لك الحمد وعندي وليدات وكان مفر بين العمل ديالي وبين خدمة غادي الحمد بين الدار وبين الخدمة وكل شيء الحمد لله. أنا ما مرتاحش فيها ولكن على قبل الراجل ديالي خدام هنا أنا خدام هنا يعني كتعاونوا راجل كنعاون راجلي يعني ضروري ضروري معاونين على قبل الوليدات وعلى قبل الزمان إيوا الحمد لله. تشوفي بأن المرأة في المغرب خدات الحقوق ديالها ولا لا؟ ما واخداش المراه حقوق ديالها مكرفصه معذبه المراه كتقاسي المراه في المغرب ما كتاخذ حتى حقوق ديالها ما كاينين حقوق ما كاينش حقوق ما كاين حتى حقوق المراه مسكينه كتعذب بين الدار وبين الخدمه وبين الوليدات محنه المراه. يعني اليوم العالمي للمراه واش كتحتفل بهذا اليوم ولا ما كنحتفلش بها ولدي ممكن نحتفلش انا يلا مع العمال ومع تمارة ومع الدار ومع الشقه مع الوليدات ايوا شي لك اللهم لك الحمد. يعني كل لقيت شي خدمه اخرى تخدمي فيها احسن من هذه؟ كل لقيت خدمه احسن من هذه نخدم فيها لان هذه الخدمه كاين اللي كيفرحك كاين اللي كيهينك. شنو المشاكل اللي كتلقاو هنا والصعوبات وانت كامراه في هذا الميدان هذا؟ كاين شي واحد ما كيخلصكش كاين شي واحد كيهينك كاين شي واحد كيدوز كيضحك عليك ولكن الحمد لله خدامه بالشرف ديالي ما كيهمني حتى واحد انا مصفيه مع الله الحمد لله اللهم لك الحمد. المرأة المغربية ايوا كنشرفوا المرأة المغربية والله يعاونها والله يسر ليها الحمد لله اللهم لك الحمد. شكرا.